بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما بدانا على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. السلام عليكم اعزائنا المشاهدين، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل معاكم ايه، اكل الشتاء. كل بيت لازم كل اسبوع لازم يبقى فيه ايه، محشي، يا كرنب يا بتنجان وفلفل، لازم يبقى اكل الشتاء، عاوز كله ايه، اكل سخن كده على طول. فالنهارده ان شاء الله هنعمل معاكم ايه، عندنا كرومبا زي ما انتم شايفين اهي، ودي القطعه تحتها ومعلقه سكر كالعاده على القطعه من فوق عشان نفرمها بيها. هنا ديت عصره ليمونه بنص الليمونه كده في الميه، وحبه كمون وملح. هنسقط بقى ايه الكرومبا كده عشان الكرومبا لسه جايبها الصبحه، فالورق بتاعها ايه يعني شديد كده، يعني زي ما انتوا شايفين كده سلقتها كده من القلب بتاعها. يلا ربنا على صلاح الحال نوليكم وبالف هنا وشفاء للي كان ولا ياكل ولا شاف، وربنا المستعان معانا ومعاكم مع الجميع. زي ما انتوا شايفين كده عليه ان انا خلصتها ايه سلق كده. هنا ديت بزغتهم اللي انتوا شفتهم على البصلتين كده، حطيتهم ونقلبهم مع بعض. والله المحشي بالجزر خلطة رهيبة بجد، يعني طعمه خرافة. هنا القوطة فرمتها وتسويت البصلة فضيتها عليها. هنا دي توابل دماجي وملح وكارو وكركم، وزي ما انتوا شايفين حطيتها هقلبها كده واسيبها ايه تثبت كده ايه مع نفسها. يلا ربنا يصلح حالنا وحالكم كده. القطه السب كده زي ما انتم شايفين عويتي. هنا دي الخضره مقطعاها، وهنا ده جزر وبصل وفلفل، ديت سر الخلطه يعني. دي احطه كده هنا زي ما انتم شايفين كده، بقطع الورق كده مبسطه كده فوق بعضيه عشان بس ماسكه التليفون بيد واحده فمش ضاغطه يعني كده، وانا اقطع براحتي بقى جاي زي ما انتم شايفين كده. يلا ربنا يصلحنا. الطريقه دي سهله بصراحه يعني، الواحد يقطع بسرعه، لو قدامه 10 كرومبات يقطعهم مش ياخد فيهم ربع ساعه يعني، زي ما انتم شايفين كده اهو. يلا ربنا على صلاح الحال نوليكم وللجميع، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقكم حيث لا يحتسب. بصوا قطعته كده كله بالشكل ده. الكرنب اساسا يعني كانت ورقتها ناعمه كده، مش ما عجبتنيش برضو يعني. هنا اللوطه زي ما انتم شايفين اهي، حطيتها تاني على النار عشان احط الخضره تدبل فيها اهي. نقلبها كده، وده الجزر والبصل والفلفل، ده الخلطه ايه اللي خلت المحشي في ناحيه تانيه خالص بجد يعني. الله ربنا على صلاح الحمد لكم. هنا كله اتقلب في بعضيه كده، احط بقى الرز اللي غسلته وهفضيه كده زي ما انتوا شايفين، نقلب كله كده ببعضه وايه ونحشي بقى. يلا ربنا يصلح حالنا وحالكم كده. الخلطة ايه بقى جاهزة للحشو. انا بصوا بوريكم كده، بحط على الصينية كده زي ما انتوا شايفين اهو، زي ما انتوا شايفين كده بنلفه زي ما انتوا شايفين كده لفة كده، وانا هلفه بقى كده ايه ده لفتهم معاكم كم صباح كده. الورقه على قد حبه الرز يعني، مش كبير زي ما انتم شايفين. بصوا حطوا بقى، رصوا بقى ايه في الحل، عامله كم صباح في الحل اهو، حبه قطع قوطه على حبه بتاع كرنب كده، فرشهم في الحل يعني عشان ايه ما يشيطش من تحت ولا حاجه. زي ما انتم شايفين هنا الفراخ حطيت عليها دقيق واغسلها بالدقيق عشان ما يبقاش ليها اي زفاره ولا اي حاجه يعني، زي ما انتم شايفين ده بالدقيق كده واغسلها كده زي ما انتم شايفين. هنا حطيت هنا دي زعتر اسمه دوت اوريجينالي، حبتين ثلاثه قرنفل وحبتين كبيبه طيني والتوابل المعتادة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. هنا هنشوفها وهحطها بقى ايه، هزودها مية زي ما انتوا شايفين كده. هنا هنعمل بقى ايه الملوخية، هنعمل الملوخية
الملوخيه جنب المحشي، صوت التومه بالكزبره الخضراء، دي التومه بالكزبره الخضراء جميله جدا والله، مخليها الملوخيه حلوه جميله يعني. سبكت هحط بقى الشوربه، لو بقى شوربه انتوا شايفين كده. بعد كده هنحط بقى ايه الملوخيه. يلا ربنا على صلاح الحال لنا ولكم للجميع، وربنا المستعان معانا ومعاكم. و هقلبها كلها كده، وانتوا شايفين بصوا هنا هنعلق المحشي زي ما انتوا شايفين كده. هنحط له حبة شوربة وهنسيبه بقى ايه يستوي. يلا ما تنسوش يا جماعة اللي يخش يعملنا وينورنا ويدور على بعضنا ويشجع بعضنا، وربنا المستعان معانا ومعاكم ومع الجميع. هنا اللي حطيت بتاع دوت معلقتين تلاتة صلصة الخضرة كده على الفراخ، وحطها ايه في الفرن زي ما انتوا شايفين كده. هنا الفراخ حطيتها في الفرن تحت الشواية، والمحشي اهو، ودي الملوخية انتوا شايفين كده. يلا بألف هنا وشفاء للي كل واللي هياكل واللي شاف، وربنا يصلح حالكم وحال الجميع. فكل حسبي الله عليه توكلت ورب العرش العظيم. ما تنسوش يا جماعة تنورونا باللايك والاشتراك، فعلوا زر الجرس يصلكم منا كل جديد. بص المحشي عامل ازاي من جوه، حاجات وفى الله حاجات من الاخر. يلا ربنا على صلاح الحال لنا وليكم وللجميع، زي ما انتوا شايفين كده. وربنا يديم علينا نعمه ويحفظها من الزوال يا رب. نشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ربنا المستعان معنا ومعكم ومع الجميع.